للاحتياط خليه يسجل اي بلش يسجل. احنا موضوعنا اليوم طلاب عن الليمت، اللي هو الليمت والاستمرارية، يعني الغاية والاستمرارية. الليمت الفلسفة مالته فد شي جدا بسيط، وهي اذا عندك دالة هي اف اوف اكس، اي دالة، المهم هي دالة للاكس، وكان هذا خط الاعداد 0 1 2، خلينا نفرض هنا قيمة على خط الأعداد اسمها n، فرضية، ممكن تكون n 2، ممكن 3، أي شيء، المهم خلينا نسميها n، ما أريد لأن ما أريد أكتب رقم معين. هاي ال n من أجي أعوضها بالدالة تعطيني قيمة غير معرفة، يعني شنو قيمة غير معرفة؟ يعني مثلا 0 على 0، العلماء لحد الآن هاي ما يعرفون 0 على 0 ايش قد يساوي، أو مثلا تعطي انفينيتي، أو مثلا يعني تعطيني قيمة غير مرغوبة، غير مرغوبة ما تفيدني كناتج، أو غير مرغوبة هي أصلا ما معروفة ايش قد. فعلى مود يحلون هاي المشكلة اخترعوا موضوع الليمت، قالوا شنو؟ قالوا أجي أخذ ليمت، أنا الليمت أجي أكتبه هو ال اي ام، أخذ ليمت عد ما ال x تقترب من n لل f of x. هاي شنو يعني؟ هاي العبارة واحد هي معناها من تجي تعوض n بال f of x تعطيك قيمة غير مرغوبة لما تعوض بها تعويض مباشر، غالبا تعطيك قيمة غير مرغوبة لما تعوض بها تعويض مباشر، لذلك يكتبون limit ويطبقون عليها قوانين الليمت في سبيل يعني يوصلون إلى نتيجة يعني مرغوبة إلى حد ما. من قوانين الليمت حسب ما مذكور بمحاضرة الدكتور، أو يعني هن القوانين الاعتيادية مالتهم، إنه الليمت هذا أصلا بقوانينه إنه أنا إيش أسوي؟ أجي أشيل كل x، بس هو x approach to n، أجي أشيل كل x أخلي بدالها n، فهسه ليمت ال x لل n شو يساوي؟ يساوي n نفسها، لأن بدلت ال x قيمة ال n اللي بعد السهم. إذا كان الليمت x approach to n لل c، ال c شنو؟ هو فاكتور يعني ثابت، يعني رقم، هذا 1 2 5 مليون مهما كان. أجي أبدل ال n، ال x الموجودة هنا العفو، أبدلها ب n. هسا وين اكو x؟ ماكو x، فليمت الثابت ينزل الثابت نفسه. زين، يعني شنو؟ يعني مثلا أخلي هالأمثلة بعدين. عندي إذا الليمت لل x approach to n الدالتين يعني f of x زائد g of x، هاي الليمت إلها شي يساوي؟ طبعا مو بالضرورة بالزائد، زائد أو ناقص أو حتى ضرب، مجموع دالتين هذا الليمت لهم، أو مطروح دالتين عليهم ليمت، أو مضروب دالتين عليهم ليمت، يجي الليمت يتوزع على الدالتين اثنيناتهم، فهاي راح تصير ليمت x approach to n لل f of x زائد أو ناقص أو حتى ضرب للليمت ال x approach to n لل g of x. لحد هنا واضحة القوانين؟ دكتورة بدون مقاطعة، تفضل. أنا ما عادي ما أستخدم التوزيع، نفهم يعني بطريقة ثانية إنه مباشرة أطلع الناتج. تقدر، طبعا تقدر، بس أنت راح إيه تنجبر يعني بدون تستخدم التوزيع. بحالة واحدة يعني إلا تساوي صفر وهيك حالات. هم هي السؤال راح يجيك دائما لا يساوي صفر، يعني دائما تحتاج توزع، لأن هو الموضوع يعني ليميت، يعني لازم إيه ستان مفتهمة السؤال بطريقتين يعني. أي مفتهمة إنه بدون توزيع أطلع ناتج عادي، حتى أمس حليته هسه راح أعطيك مثال إن شاء الله. ويجاوبك على سؤالك هذا إن شاء الله. من الله. إن شاء الله. إذا مثلا عندي عملية قسمة لل x approach to n الدالتين اللي هي ال f of ال x على ال g of ال x، هذا الليمت يتوزع على البسط والمقام، الليمت تصير لل f of x على ليمت ال g of ال x. بقت شغلة، مرات
هي نفسها هاي الآن، والاف اوف اكس نفسها، بس شنو مرات يكتب لي هيجي limit f of x x approach to n، وهنا أنا يخلي لي سالب، أو مرات هيجي يكتبها limit x approach to n موجب لل f of x. انتبهوا إشارة الموجب تجي هنا أنا على اليمين، إذني الموجب والسالب إجان على اليمين. هاي شنو معناها؟ معناها عوض لي ال n من جهة اليمين، إذا كانت موجبة معناها يريدني أعوض له الآن من جهة اليمين، وإذا كانت سالبة يريدني أعوض له الآن من جهة اليسار. هاي هسه راح ناخذ عنها أمثلة بالتفصيل. بس شنو؟ خلوها بوقتها أشرحها، خلوها هسه خلي أجاوب على سؤال زميلكم. أكو دالة، شوف لي هسه هاي الدالة، ال f of x تساوي x ناقص a الكل تكعيب على x ناقص a، بعد شنو هذه؟ يعني where a approach to العفو where x approach to a، يعني شنو؟ يعني أخذ لي limit إلها قد ما x تقترب من a لل x ناقص a الكل تكعيب على x ناقص a. هسه عوض بشكل مباشر، استخدم التوزيع بشكل مباشر عوض، يعني هنا راح يصير لي limit x ناقص a تكعيب على limit x ناقص a وتساوي، أعوض هسه ال a هذه راح يطلع لي صفر، مبلغ a ناقص a، فهاي صفر، limit a ناقص a ده اعوض بدل كل x اعوض a، هماتين صفر، طلعت لي صفر على صفر، هاي بالتعويض المباشر. بس احنا شنو نسوي مرات لما نشوف الدالة بها تبسيط نبسطها، يلا نعوض الليمت، لازم على موت ما اوصل لهاي النتيجة. فهسه هاي بها تبسيط، هاي اقدر افكها. اقدر اقول limit، بس لحظة الله، لحظة طلع من رخصتكم. نعم طلاب، هسه هذا راح اجي اختصر هاي ويا هاي، تقالي x ناقص a تربيع، ولو انا اتصور كتبت المثال بشكل غلط، خلي كمل وشوف ايش يطلع. هسه مربع الاول هو x تربيع زائد او ناقص ضعف الاول في الثاني 2a في x زائد مربع الحد الثاني اللي هو a تربيع. هسه اجي اعوض الليمت، هاي تطلع لي أي تربيع ناقص 2 أي تربيع زائد أي تربيع، هذه راح تصير 2 أي موجب، هاي راح يطلع لي صفر، الصفر معرفة بس الصفر على صفر غير معرفة، أنا صحيح كتبتها بشكل غلط، مو هاي النتيجة اللي كانت أريد أوصل لها، المفروض إيش كان أكتبه؟ كان أكتبه بهالشكل limit x تكعيب ناقص أي على x ناقص أي. هسه هذا همين اعتبروه مثال ثاني. هذا هاي العفو تقعيد، هذا اقدر ابسطه، هذا شلون ينكتب؟ مفروك مكعبين، جذر التكعيبي للاول، جذر التكعيبي للثاني،
بس من هذا القوس، الأول تربيع عكس الإشارة، الأول في الثاني زائد مربع الحد الثاني، العفو ضعف الأول في الثاني زائد مربع الحد الثاني اللي هو أي تربيع، والمقام هو x ناقص a. بس هاي تروح وياي وقتلي هذا الحد. من مقالي هذا الحد هسه شنو؟ أعوض الليمت اللي هو x أبروج تو a. هسه أجي أعوض الليمت، راح يكون أي تربيع زائد أي تربيع زائد همين أي تربيع، هاي العفو مو اثنين، هاي كلش داخل اليوم، هاي تطلع 3A لكل تربيع. شوفوا الفرق، هذا 3A تربيع، في حين هسه إذا أجيت عوضت مباشرة بالأي هنا، هذا الوسط راح يطلع لك صفر والمقام يطلع صفر، صفر على صفر كمية غير معرفة. نستخلص من هذا الحكي ومن سؤال زميلكم اللي كان كلش ذكي، انه اذا شفت الدالة تحتاج تبسيط، اول شغلة اسويها ابسط الدالة، يلا اعوض الليمت، لانه هساني بدون تبسيط طلعت لي صفر على صفر، بعد التبسيط طلعت لي 3A لكل تربيع، 3A تربيع. لحد هنا واضح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ست بس هذا الأول شيء، يعني من كتبنا إكس سويت أني التبسيط أول شيء مال إكس ناقص أي تكعيب، أي. تدري إنه إكس ناقص أي في إكس ناقص أي تربيع في قوس هنا ثاني تحكي تربيع، بل هنا يعني ما اسمع، القوس الثاني هذا القوس الثاني شبيه ما فتحته، بس مجرد فصلت القوة مالتين يعني صار اكس ناقص اي في اكس ناقص اي تربيع. هيك قصدك؟ انبرست وعوضت الاي مباشرة بهاي الدالة تربيع، يعني اني اذا ابسط كون ابسط يعني انا ما اقول لك اخذت افتهمت قصدك، انا اقول لك ليش غلط بعيني. هذا الحكي صحيح، هذا في حالة انه الدالة اللي معطيك اياها بهالشكل، هاي هسه هذه تنفك الى اكس ناقص اي في اكس ناقص اي لكل تربيع، هاي صحيحة. لكن اذا الدالة اللي معطيك اياها بهالشكل، ست أنا حكيت على الأولى اللي حليناها أول شي طلع صفر. هذه هو بلى شنو؟ اي هو هذا اللي انا سويته حبيبتي، باعي اختصرت هاي ويا وحده من عندهن، يعني شنو فوقت تربيع، يعني يعني شلون باعتبار اختصرت تربيع هاي، مثلا يعني اختصرت هاي ويا هاي فبقالي هذا اللي نزلته هنا. ست أنا بس قصدي إنه التربيع ما فتحته، مجرد عوضت أي ناقص اي العفو، ما فتحت التربيع يتغير ناتج تطلع على صفر، اي يعني أي ناقص أي يعني أي اها صفر كمية غير اي هنا معرفة. طلع لي صفر بس، واي اصور صحيح، اي اتصور صحيح، بس انا ما مجربه. اذا مثلا خلينا نجرب، اذا كانت هذا القوس كان 2 اكس ناقص اي لكل تربيع، اذا مثلا بدون ما نفكه نعوض، ايش راح يصير؟ راح يصير 2 اي ناقص اي لكل تربيع ويساوي 1 تربيع ويساوي 1. زين إذا فكينا مربع الأول يصير 4 تربيع زائد أو ناقص ضعف الأول في الثاني يصير 4 أي تربيع زائد مربع الحد الثاني أي تربيع. زين هذا ايش راح يطلع؟ هاي العفو أي أي تربيع، لأن هذه 2 أي، لا شلون أي تربيع، نعم انتوا ظلوا وياي لو خاف اغلط بشي، هذه هسه وهاي تروح يبقى اي تربيع، اي هم صحيح يطلع اي واحد، اي هم يطلع. هم يطلع واحد. يعني بما معنى الدالة الأصلية من تجي تبسطها تبسيط أول بهالشكل، يعني اختصارت من عندها جزء، بالتبسيط الثاني ممكن بعد ما ينفك إنه تعويض مباشر يطلع ناتج للليمت، بس أنتوا يعني اعتبروها كشلون مثل ما نقول، يعني بالأسلم إلكم إنه بسطوا إلى
آخر حبة تقدرون عليها على مود، يعني لأن أنتم الناتج ما تدرون بين راح يطلع صح ولا غلط. اللي يضمن أنه هو صح أنه توصلون بالتبسيط إلى آخر خطوة، فهمتني؟ هو هسه صحيح وعاش تيدج، بس الأضمن لكم هسه بهذا السؤال رهمت، يجوز بغير سؤال ما ترهم. فالأسلم توصلون بالتبسيط إلى آخر نقطة. طيب خلاص سلمت سولفنا بيها، هسه ناخذ مثال هو تطبيق مباشر. الدالة اللي عندي f of x تساوي x تربيع ناقص 4x زائد 3، هذا يريد للليمت عند ما ال x تقترب من الخمسة، فأجي أنزل الدالة اللي هي x تربيع ناقص 4x زائد 3. هسه تجي تريد توزع، تكتب limit x approach to 5 لل x تربيع زائد limit x approach to 5 للسالب 4x زائد limit ل3 لل x approach to 5. هاي تقدر تسويها وتقدر تعويض مباشر، رأسا تجي تقول أنا أشيل، أنا ما لها داعي، أشيل بدال كل x أخلي 5، فهي راح تصير 5 تربيع ناقص 4 في 5 زائد 3، يطلع الناتج 8. تقدرون تكتبون هاي وتقدرون ما تكتبوها، مجرد تعويض مباشر، هاي يعني مجرد ترتيب للحل. هذا المثال الأول. هسا نجي نسولف عن هاي مال اليمين واليسار اللي قلت لكم بيها. هاي شنو يجي يعطيني؟ مثلا احنا بمحاضرتنا شو يعطيني؟ يعطيني مثل هاي، مثل هاي، يقول لي انا عندي اف اوف اكس، هاي الاف اوف اكس لما الاكس اقل من سالب 2 تساوي 1 على اكس زائد 2. خلني اجي ادي رسم ابسط لكم اياها بيها. هذا خط الاعداد، ايش مطيني؟ هو مطيني قيم سالب 2 و3، وهاي سالب 2 و3، هنقول انه هذا الصفر، السالب اثنين هاي وياها، والثلاثة هذه. زين، لما الاكس اقل من سالب اثنين الدالة هي 1 على اكس زائد 2، وينها اكس اقل من سالب 2؟ هاي سالب 2، اقل من سالب 2 هنا يعني مو والله، فالدالة هي هنا في هالمنطقة هي اكس على 1 زائد 2، لما الاكس اقل من سالب 2 هذه سالب 2، الدالة بهالمنطقة بهذا الجزء تساوي 1 على اكس زائد 2، مفهومة هسه؟ واضح، أنا عن نفسي واضح. زين، لما الاكس اكبر من 3 الدالة هي x زائد 13، وينها x أكبر من 3؟ هاي الثلاثة أكبر من 3 يعني هنا، يعني 4 5 6، الدالة بهالمنطقة هي x ناقص أو زائد 13 يمكن. لا العفو، ستتصور بالعكس، لأن هنا عمل الأكس أكبر من السالب 2. ما افتهمت، لا هاي ال x أكبر، لا ال x أقل من سالب 2، هاي سالب 2، هو هذا خط الأعداد يرمز للإكس، لما الإكس أكبر من 3 تجي هنا، أكبر من 3 يعني 4 5 6 هاي الدالة، لما الإكس أقل من سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 تجي لهنا. ها ها افتهمت قصدك، لحظة، أي إشارات الأكبر والأصغر؟ لو أنا مخربط، لو أنت ما لا لا عندك. مو إشارات الأصغر والأكبر، بس لحظة لا لا صحيحة طلاب صحيحة، هسه بالحل تبين، هسه بالحل أوضحها، بين السالب 2 وبين الثلاثة الدالة هي x تربيع ناقص 5، بين السالب 2 وبين الثلاثة الدالة هي x تربيع ناقص 5، هاي المنطقة الوسطى.
هسه اشرح اجي شيري توه. يقول لك اذا الدالة بهالشكل اريد الليمت للاف اوف اكس ابروش تو سالب 2. زين، هاي اكون المفروض يمكن اشارة سالب بعد هنا، لاني هو يريد يدرسها من اليسار. بس خلنا نجي نحلها. الاكس، العفو، راح يجي بالسالب، راح يجي يريد الليمت للاكس ابروج تو سالب 2 للواحد على اكس زائد 2. بس شنو يريدها؟ من جهة اليسار. من جهة اليسار يعني منين؟ يعني منا. هاي السالب 2 من تقترب منها من اليسار يا دالة تجيك هذه، بينما السالب 2 من تقترب، لو حاط إشارة موجبة، من تقترب منها من جهة اليمين يا دالة تجيك، تجيك هاي. يعني يمين السالب 2 شنو هو؟ هاي الدالة، ويسار السالب 2 هاي الدالة. فإذا كانت الإشارة سالبة مطلق إياها هنا، تجي تاخذ يسار الدال، يسار السالب 2. واضحة؟ أنا عن نفسي واضحة. والبقية طلاب عادي قولوا، ما عندي إشكال أشرح. واضحة دكتور، واضحة. لو هسه مثلا قايل أريد ليمت الإكس أبروج تسالب 2 جهة الموجب، راح تصادفني ياد للأف أوف إكس، هو ما راح يعطيني الدالة، راح يقول لي أف أوف إكس. مثل هسه بالسؤال كل شيء ما مطيني، بس مطيني هاي وعايفني بوحدي. اجيت رسمتها على خط الاعداد، قلت هاي السالب 2 هاي الثلاثة، لما الاف اوف اكس اكبر من 3 حطيتها هنا، لما الاف اوف اكس اقل من السالب 2 خليتها هنا، وبيناتهم هاي الدالة. هسه لو قايل لي مثلا يمين ال يمين السالب 2، ما السلام راح. عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا دكتور. السلام عليكم طلاب. عليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. محتاج شيء؟ أنا سلامتك دكتور، الله يوفقك، ماكو شيء. يلا سلام. شو راح الليمت؟ أنا ترى الطلاب المحاضرة مال الأسبوع القادم ما نزلتها. يعني راح نستمر هذه المحاضرة، نكمل الليمت، وأيضا الأسبوع الجاي هم راح أسوي مراجعة لكل المواضيع السابقة. إن شاء الله دكتور. أي، فما نزلت محاضرة حتى لا يصير كل ضغط عليهم، حتى يعني الأسبوع اللي بعد المشتقات. نعم. يعني محاضرة اليوم مرة خصتك أقسمها؟ شو تقول؟ قسميها، إي قسميها، شوية طويلة هي. ماشي. إذا ما لحقت تكمليها قسميها. أنا استبطيتكم دكتور، قلت ما نزلت محاضرة، فردت أستفسر. إي أنا قصدت ما نزلت محاضرة، حتى يساوون الصباحي والمسائي. إن شاء الله دكتور. شوية المسائي هم متأخرين على الصباح. ماشي. يلا شكرا جزيلا. لا العفو دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. نعم طلاب، يعني هسه لو قايل لي انه الليمت الاف اوف اكس قد ما الاكس ابروج تو سالب 2 جهة اليمين، السالب 2 جهة اليمين مالتها يعطيني هاي الدالة، فاجي اعوض ليمت الاكس ابروج تو سالب 2 جهة اليمين، اجي اعوض الاكس تربيع ناقص 5. هسه اني دا اشرح هنا السالب 2، اجي هسه اريد اعوضها. زين، انا عندي اشارتين سالبات، هاي دير بالكم تدنون من يمها، حددتوا بيها يا دالة تختاروها، وهاي بعد عوفوها، تجون تعوضون سالب 2 بحته، ما لكم علاقه بالسالب الثانيه. هسه اجي اعوض هنا سالب 2 بالمعادله، 1 على سالب 2 زائد 2 تساوي 1 على 0. تمام، اتفقنا. الإشارة اللي محطوطة على السالب 2 هذه الثانية، هذه بس أحدد بها الدالة، هاي معناها رمز لليسار. ما أجي مرة ثانية هذا، ما أجي مرة ثانية أعوضها، ما أقول هاي موجب 2، هي سالب 2، هاي الإشارة مجرد اتجاه. زين، هنا صار عندي، صار عندي 1 على 1 على 0، هاي شنو؟ 1 على 0 انفينيتي، بس انفينيتي بيا جهة،
أنا عندي الواحد على إكس هي هذه الرسم مالتها، بس لحظة خلي أعرض لكم إياها هنا. رسمها الدكتور هنا ما أدري وين. هو كاتب عليها ملاحظة أراكم إياها. ما أدري، مو مشكلة. هاي مثل ما سولفنا في المحاضرات السابقة، دالة الواحد على إكس هذه مو إنفينيتي، هاي سالب إنفينيتي. بس أنا شلون عرفت؟ أنا إيش قلت لكم؟ قلت لكم من تجون تعوضون الإكس. نعم لأن القراءة من اليسار فصارت أحسنت السالب. أحسنت، خلي أوضحها زملائك. الإشارة هاي قلنا نهملها مبدئيا، عوضت السالب 2 بالدالة طلعت لي إنفينيتي، خلصت. وقت هاي هسه أرجع لها، هذه حددت بها اتجاه الدالة، هاي فائدتها الأولى. فائدتها الثانية بالرسم، من تجي لدالة الواحد على إكس تجي تقراها من اليسار لأنه هي سالب. من اليسار الإنفينيتي إيش موجود؟ شنو هو؟ سالب. هذه سالب إنفينيتي هنا، وهذا الموجب إنفينيتي. فما دامها من اليسار أنزل السالب مالتها. لحد هنا مفهوم طلاب؟ نعم. زين، هسه هذا المطلب الأول من السؤال اللي هو كان، اللي هو هذا. عرفتوا هسه السالب إنفينيتي من إجتي، وأصلا شلون طلعت إنفينيتي. زين، لليمين، هسه نجي لليمين. إيش كتبت لكم هنا؟ قلت لكم لو كانت الدالة من اليمين أعوض منه، أعوض هاي. فهسه ليميت الاكس ابروتش تو سالب 2 من جهة اليمين ايش راح يكون؟ راح يكون اكس تربيع ناقص 5 وتساوي. هسه بها تبسيط ما بها تبسيط، انزل السالب 2 اعوض مباشرة، راح اعوض سالب 2 الكل تربيع ناقص 5، هاي اكيد راح تطلع لي سالب 1. الواحد بعد قيمة يمينة ويسارة ما له علاقة، يعني ما يفرق. فهذا الموجب بعد ما استفاد منه، بس هاي لأنه إنفينيتي تظهر بها إشكالات. زين، بعد رايد الليمت، ليمت السالب 2 does not exist للاف اوف اكس. ليش does not exist؟ لان من تجي تعوض سالب 2 مباشرة بحتة بالدالة ما تعطيك علاقة اصلا. انت الـ يعني ما عندي معادلة عندما الاكس تساوي سالب 2. بس انت بولين هاي اكس اقل من 2، الاكس اقل من 2، الاكس اكبر من 3، ما عندي اكس تساوي 2 اصلا، ما عندي دالة اعوض بيها عندما الاكس تساوي 2. فكاتب does not exist. هسه نجي للمطلب الثاني، الليمت للاف اوف اكس عندما الاف اوف اكس تساوي صفر، عندما الاكس ابروش تصفر العفو. نجي هنا واحدة واحدة، الصفر وين موجود؟ بيا دالة، هذا خط الأعداد، خلي أرجع له، العفو. هذا خط الأعداد. الصفر وين موجود؟ بالوسط هذا، يا دالة يعني أطبق عليه. الموجب دكتورة اكس تربيع ناقص 5. اي هو لازم موجب. أحسنت، هي الاكس تربيع ناقص 5 موجود بهاي الفترة مال اكس تربيع ناقص 5. فإذا عندي ثلاث دوال أجي أخذه بالاكس تربيع ناقص 5 أو من السؤال مباشرة. إيش أقدر أقول؟ أقدر أقول بما أنه الصفر هو بين السالب 2 والثلاثة راح أخذ لهاي الدالة.
فهسه ليميت الاكس ابروش تو صفر للاكس تربيع ناقص خمسة شي يساوي مجرد عوض تعويض مباشر ما فيها تبسيط يساوي سالب خمسة، هاي صفر ناقص خمسة سالب خمسة خلصنا. المطلب الثالث يريد الليمت للاف اوف اكس للثلاثة. زين ركزوا وياي هنا شوي، ليمت الاف اوف اكس للثلاثة هاي الدالة الاكس اكبر من ثلاثة، والدالة الثانية يعني اكس ناقص الدالة الثانية المذكور بها الثلاثة هي اكس تربيع ناقص خمسة. اجي لخط الاعداد، الثلاثة حد فاصل بين دالتين اللي هي اكس زائد 13 والاكس تربيع ناقص خمسة. هاي الثلاثة اعتبرها لهاي الدالة لو اعتبرها لهاي الدالة. هو يريد الاف اوف اكس ليميت عندما الاكس ابروتش تو ثلاثة، يا دالة من هنا حطها هاي من اليمين تنقرأ. ليش؟ لأن موجودة هاي بالليمت، جو الليمت الاكس تقترب من ثلاثة ما فوقها سالب. ما افتهمت. مو هي ليمت اكس تقترب من الثلاثة اي ما فوق الثلاثة سالب. اي ها باعتبار تعتبرها موجب. اي بس مو انه لازم ياخذ اثنين، لان الاولى ما حققت والثانيه ما حققت، فناخذ من اليمين واليسار. لو ما أنا كان هذا رأيي. اي ناخذ من اليمين واليسار. ليش؟ لانه هي عنصر مشترك بين هاي الدالة وبين هاي الدالة، فمن اجي احسب لهن الليمت احسب لهن اثنيناتهن، لان الثلاثة تحقق هنا وتحقق هنا مثل سالب اثنين لما اخذنا لها الليمت عوضناها يمين ويسار. فهمتوني؟ دكتورة يا ريت تعيدي. اي اعيده، منطيني ثلاث دوال، واحدة من عدهن عدما الدالة اقل من سالب اثنين وعدي الصفر وعدي الثلاثة، لما الدالة اكبر من ثلاثة لما الاكس العفو اكبر من ثلاثة الدالة هي اكس زائد 13، لما الاكس اقل من سالب اثنين الدالة عندي واحد على اكس زائد اثنين، بين الاثنين والثلاثة الدالة مالتي اكس تربيع ناقص خمسة. اجيش قل لي اريد الليمت ادمال اكس ابروج تو سالب اثنين للاف اوف اكس. اجي اباوع للدالة السالب اثنين وين هي؟ هاي وياها السالب اثنين وقع حد فاصل بين هاي الدالة وبين هاي الدالة، حد فاصل. فش اجيش اقول له ليمت الاكس ابروج تسالب اثنين من جهة اليمين اللي هي هاي راح تعطيني الدالة اكس تربيع ناقص خمسة، وبعدين بالله التعويض. بعد اقول ليمت الاكس ابروج تسالب اثنين من جهة اليسار اللي هي هاي تعطيني منه تعطيني هاي الدالة اللي هي واحد زائد اكس على اثنين، وطلعنا الناتج. نفس القضية بالنسبة للثلاثة، لما نراد لها ليمت الاف اوف اكس والاكس ابروتش تو ثلاثة راح اجي اقول له انه الثلاثة ترى هي حد فاصل بين دالتين، الدالة الاولى عندما الاكس ابروتش تو ثلاثة من جهة اليمين جهة يمين الثلاثة هذا يمين الثلاثة راح يعطيني يا دالة راح تعطيني جذر الاكس زائد 13، بينما يسار الثلاثة يسارها خليت له سالب راح يعطيني الاكس تربيع ناقص خمسة. هسه مو مشكلة النواتج مفهومة حاليا، راد لك ليمت للثلاثة اجيت واضح واضح دكتورة الثلاثة فاصل بين دالتين تاخذهن اثنيناتهن جهة اليمين الدالة مالتها جهة اليسار الدالة مالتها. واضح شكرا جزيلا. العفو. بعد ايش راد؟ هسه انا بالتعويض ما عندي اشكال، راح اجي اعوض هنا 3 يصير 3 زائد 13 تحت الجذر يطلع ناتج مباشرة، وهنا 3 تربيع ناقص 5 راح يطلع ناتج مباشرة. بالتعويض ما عندي اشكال، الدالة ما تحتاج تبسيط. بعد ايش راد من عندي قبل شوية؟ ما عندنا راد الليمت عند مال اكس ابروش تو صفر، اجي اباوع للصفر وين واقع؟ ضمن يا دالة ضمن هاي الوسط الوسطانية
فهي اكس تربيع ناقص 5. هذا خلص. إذا تجي من اليمين أو من اليسار يبقى نفس الناتج، يبقى نفس الدالة، جهة يمين وجهة يسار. أحسنت. هسه خلصنا شرح هذا السؤال. هنا عندي هذا مثال حللكم يا دكتور، اثنينات نحلهن بالميت بالفيديو. يحتاج نحل واحد منهن. خلي أسولف بالأول، بس الأول شوفوا شنو والله. أي limit x approach to 0 للx على جذر x زائد 1 ناقص 1. هسه هذا الحد أحاول أبسطه مثل هيك حالة. تعلمنا نضرب بالعامل المنسب أو الحد المرافق مثل ما أنتم تسمون، فراح تصير limit x approach to 0 للx على جذر x زائد 1 ناقص 1 في x زائد 1 زائد 1 على جذر x زائد 1 زائد 1 وتساوي. هذا ايش راح يكون؟ العفو هاي لمت راح يكون وانا هيك، لان راح يصير قيمه غير معرفه اذا نعوض مباشر. مو اي راح يصير عندي 0 على 0 زائد 1 صفر زائد واحد واحد، راح يصير عندي بالبسط صفر، بالمقام صفر زائد واحد تحت جذر واحد، واحد ناقص واحد صفر. دكتورة ليه انت اضرب بالعامل المنسب؟ من تطلع لي هاي الحالة؟ هسا اجيت اردع اريد اشيل بدال كل اكس بصفر، طلعت لي صفر على صفر. اباوع للمقام، المقام جذر ويعني يعني شلون حد ومطروح من عنده فتشي وهو جذر، شلون اتخلص من الجذر؟ اضرب بالعامل المناسب. شلون يعني؟ يعني هسه هذا من ضربتين هذا ايش راح يصير؟ راح يصير x زائد 1 والتربيع راح ويا الجذر ناقص 1. خلصت من الجذر. بالبسط ايش راح يكون عندي؟ راح يكون x وتنزل هذه، هذا المقدار ينزل x زائد 1 زائد 1. العامل المنسب بشكل عام غالبا الضربون لمن بالمقام عندكم هنا اي قيمه، خلينا نقول سي، بالمقام اكو جذر معين، اي جذر ويا اي رقم ومطروح من عنده فتشي او مجموع ويا فتشي، مثل هيك شي حاله تحلوها بالضربون بالعامل المناسب على ما تخلصون من الجذر بدون ما يتاذى الواحد غالبا يعني. هساني اجيت للمثال عوضت بي مباشرة، طلعت لي صفر على صفر، صفر على صفر ما ريدها. شفتها واوعت للمقام لقيتها بهالصورة، جذر وعدي سالب وعدي رقم مطروح وياه خارج الجذر أو مجموع، وربط بالعامل المناسب والله يسهل. هو هذا تبسيط يعني، الواحد هو وذكاءه. ممكن التبسيط ما تكلي عقد عليك وممكن يعني يسهل عليك، ما معروف. فهي شيء يشبه التجربة، بس انت كل ما تحل بإيدك كل ما تتقوى. وغالبا هن ذني الافكار، لو عامل مناسب لو تقسم البسط والمقام على اكس، يعني ما لاحظت هواي طرق للحل. المهم خلينا نكمل. هسه احنا متفقين ضربنا بالعامل المناسب، اجي ابسطها، هذه اكس زائد واحد ناقص واحد، هذه تروح ويا هذه تبقى لي بالمقام اكس، بالبسط يبقى اكس اكس زائد واحد زائد واحد، هاي ويا هاي تروح، يعني هذا قوس العفو. فالناتج راح يكون x زائد 1 زائد 1. هذا طبعا شنو؟ ناخذ له ليميت، ليميت x تو ابروش تو 0 اعوض هسه 0 بشكل مباشر، هذا راح يصير 0 جذر 0 زائد 1 زائد 1 ويساوي 1 زائد 1 ويساوي 2. واضح السؤال طلاب؟ واضح. عفوا دكتورة بس سؤال. تفضل. x بالبسط مضروبة المضروبة بالقوس. أقدر أختصرها ويا بالمقام، هي عملية قسمة حسب يعني فهم فهماني إنه الأولوية للضرب. إيه. بعدين القسمة. شلون إحنا قسمنا الx والx بعد ما ضربيها بالقوس؟ الأولوية للقسمة هي. للقسمة. ومع ذلك.
شلون اختصرنا واحنا بعدنا ما ضاربيها. شوف هذه اللي حكيته صحيح، بس في حالة شنو؟ في حالة عندك أرقام 5 زائد 2 في 3 تقسيم 4، لما تكون عندك أرقام تتبع هاي القاعدة مال الأولوية المن. أنت حاليا قيمة الإكس عندك ما معروفة، ما تدري بيها 5 ولا 7 ولا رقم، فأنت حر بالاختصارات. ماشي، الأولويات هاي السوالف إلى حد ما يعني للقيم. أنا شوفوا لاحظت يعني أغلب أخطائكم تجي وين؟ تجي بهاي الأمور مال الاختصارات. خلي أعطيكم ملاحظة، شوفوا إذا كان عندي بسط هو A في B في C مقسم على C، تيجي تختصر السي ويا السي يطلع الناتج اي بي. لكن ركزوا وياي، اذا كان البسط هو اي زائد بي زائد سي والمقام هو سي، هذا ما اقدر اختصره. ليش؟ لانه الاي لها حصه من سي، والبي لها حصه من سي، والسي لها حصه من سي. السي هنا مقام الكل وحده من عندهن، ما دام بيناتهن اشاره جمع او طرح، السي حصة لكل وحدة من عندهم. ما أقدر أختصر مثل هاي، هاي اختصرت لأنه بيناتهم إشارة ضرب. هسه هاي شلون أحلها؟ هاي أباوع للمقام، بما أنه المقام حد واحد بس واحد وماكو ويا جمع أو طرح لأي قيمة ثانية، أقدر أوزع البسط على المقام. ركزوا بهاي حكايتي، لأن 3/4 أخطائكم قاعد تجي منها. ما دام المقام حد واحد أقدر أوزع البسط على المقام. وليش أوزع أصلا؟ ليش ما أختصر؟ لأنه البسط فيه إشارات موجبة أو جمع أو طرح، ذني القيم مجموعات سوية. فهذا راح يساوي A على C زائد B على C زائد C على C. هاي صحيحة، مو تجي تقول لي أختصر C ويا C، ماكو هيج حكي. هذا الحكي صحيح إذا كانت الإشارات بيناتهم ضرب أو قسمة. القسمة طبعا تنضرب، بس المهم يعني يصح الاختصار. هنا ما دام الإشارات بالبسط جمع بين القيم، ما يصح الاختصار نهائيا نهائيا. بعد شغلة، هذا A زائد B زائد C، إذا كان المقام A زائد واحد، خلينا نقول C نفسه بس زائد واحد، C زائد 5، C زائد B، هنا نهميا ما يصير توزع، لا يجوز التوزيع. يعني حتى هاي بعد ما تقدر تطبق. بعد شنو عندي؟ جذر A في B في C، هذا يساوي جذر A في جذر B في جذر C، يساوي صحيحة. لكن جذر A زائد B زائد C مستحيل يساوي جذر A زائد جذر B زائد جذر C، مستحيل، كلش غلط، لأن ذني كلهن قيمة واحدة تحت الجذر. 3/4 أخطائكم قاعد تجي منها، وأنا أتذكر نفسي من شنو الطالبة هم شنت مثلكم الصراحة، ما أدري الجذر شو وقت يتوزع وهذا، وما أدري هاي الأمور شو وقت تصير. بعدين رجعت الدفاتري مال الرياضيات مال الإعدادية، ضبطت هاي الأمور، يلا مشت أموري بالرياضيات، استذكرتهم لأن ذني كل هالمرات عليكم. فرجاء هاي الأشياء. نعم عفوا دكتورة، ممكن رجوع للمثال السابق؟ أي ممكن طبعا، تفضلي دكتورة. هاي ليش نظرمنا العدد في مرافقة بالمقام؟ ليش إشارة سالبة إشارة موجبة؟ هاي سالب واحد، هذه هو أصلا الحل، هو أصلا السؤال سالب واحد من أضرب بالمرافق، المرافق هو نفسه لكن بعكس الإشارة غير، بس هي الناتج اللي يطلع A تربيع زائد B تربيع. لا ناقص. العفو ست، العفو العفو. مو هاي رجعت وين؟ رجعت على الآي تربيع اللي تعكس الإشارة، هنا أنا ماكو آي مثل ما سادس، ماكو اي، ف يصير سالب واحد في موجب واحد وهي سالب واحد تطلع الناتج، ماكو اي.
اي واحنا بالمحاضرة السابقة ثبتناها هاي اذا اي نفس تذكرين. اي نفس السؤال معاك. اي زميلي يقول اذا العدد مركب تصير الاشارة زائد، بس هذه ما عندي عدد مركب هنا أنا مال اي وغيرها وهالسوالف، فالاشارة موجب. تمام شكرا. العفو. هسه احنا طلعنا شوية عن الموضوع بس ان شاء الله طلعت خير وفائدة لكم. خلنا ناخذ سكرين الديجا ست. اي ناخذ سكرين، خلي امسح لكم ذني. يلا اخذ سكرين. هو هذا ان شاء الله انشره على اليوتيوب، بس كون ما يشلع قلبي مثل هالفيديو مال البارحة مال الميكانيك الهندسي، صار الحجم مالته جيجا ونص. اي جيجا قسميه قطعيه قطعيه 10 دقائق 15 دقيقة ونزلي، لا تنزلي كامل. أنا الصراحة أحب أرتب أموري، ما أحب يظل مقطم، كيف فنزل لهم الفيديو ساعة وثلاث أرباع بس شيل على قلبي. هسه راح نسولف على الليمت عندما يقترب من الإنفينيتي نفسها، يعني يجي يكتب يقول الليمت عندما الإكس أبروج تو إنفينيتي للدالة. هذا شوكت غالبا هاي الحالة وين صار عندي؟ صار عندي بالدالة الواحد على اكس. العفو. انا ليش كنت دائما من اشرح لكم اقولكم هاي رسموها محاذية ما تتقاطع، هاي الدالة تنرسم محاذية للاكس منه ومنه ما تتقاطع. ليش؟ لانه معروفة انه هاي تروح للسالب انفينيتي، وذني يظلن لحد ما لا نهاية هن يمشن بتوازي دالة الواحد على اكس. لوش ما تعوض هالها ارقام بالاكس راح تظل تمشي لحد الانفينيتي متوازيات ما يتقاطعن. كذلك الحال بالنسبة لي هنا، فدالة الواحد على اكس الليمت اكس ابروتش تو انفينيتي لدالة الواحد على اكس شو تساوي؟ تجي تعوض بدال كل اكس انفينيتي واحد على انفينيتي، واحد على انفينيتي يعطيني قيمة صفر. اوكي معروفة حفظ فتشي ستاندرد العلماء حصلوها، واحد على انفينيتي يعطي صفر. كذلك الحال بالنسبة للإكس أبروتش تو انفينيتي جهة السالب جهة اليسار للواحد على إكس همين تعطيني صفر. هذني الرقمين ينحظن، هذا واحد على انفينيتي يصير، وها هي هذه الغاية عند ما عند ما لا نهاية. يجي يقول لك الاكس ابروتش تو انفينيتي او سالب انفينيتي، من تجي تعوض الانفينيتي تشيل كل اكس هنا مثلا بالليمت هنا ليمت الداله مالته بس 3، يجي يشيل كل اكس يعوض الانفينيتي ما عنده اكس نزلت 3، ليمت الخمسة مثلا ترجع نفسها 5، بينما لمت الواحد على اكس تيجي تعوض الانفينيتي هنا يعطيك صفر، لانه الواحد على انفينيتي يعطي صفر ان كان من جهة اليسار او ان كان من جهة اليمين. هذا الموضوع كلش لطيف. همين الليمت بي يقترب من الانفينيتي ليمت الاكس ابروتش تو انفينيتي يجي يعطيك دالتين، واحدة مقسمة على الثانية، هاي ركزوا بي الموضوع، دالتين واحدة مقسمة على الثانية. إذا الدالة أس الإكس للدالة الفوق أكبر من الجوة الناتج رأسا إنفينيتي، لا تحل ولا تدوخ نفسك. الدالة الفوق إذا الأس مالتها أكبر من الأس مال الدالة الجوة رأسا تجي تقول إنفينيتي. إذا هاي الدالة الفوق اللي أسها كبير إشارتها سالب تجي تقول سالب إنفينيتي، لا تحيل ولا تدوخ نفسك. إذا الليمت يقترب من إنفينيتي ركزوا، مو إذا معطيك رقم لا غلط الحل، إذا الليمت يقترب من الإنفينيتي وأس الإكس للدالة الفوق أكبر من الجوة الحل شنو؟ إنفينيتي.
إذا الـ x سالب تنزل السالب. لحد هنا مفهومة؟ أولاً الـ limit approach to infinity ضروري للإنفينيتي، إذا رقم ثاني ما ترحم. وثانياً أس الدالة العليا شلون أكبر من أس إكس للدالة السفلى 3 الناتج إنفينيتي 4 إذا الدالة العليا سالبة، مو الدالة يعني إكس الدالة العليا سالبة الناتج يعني الناتج سالب إنفينيتي. لهنا مفهومة؟ أول شيء تجي تباوع له الليمت أبروش تو إنفينيتي، أوكي أبروش تو إنفينيتي، تجي تطبق واحدة من ذني القواعد. يقول لك إذا الديجري أوف البي أوف الإكس أكبر من الكيو أوف الإكس، يعني الدالة العليا أكبر من الدالة السفلى، الناتج راح يكون أما إنفينيتي أو سالب إنفينيتي. شلون تعرفه موجب إنفينيتي أو سالب إنفينيتي؟ حسب إشارة البسط. النقطة الأولى هسه واضحة؟ واضح واضح. نجي للثانية، إذا بالعكس إذا الدالة اللي تحت الأس مالتها أعلى، يعني limit ال x approach to infinity هاي ضروري. هي شنو شغلت والله x زائد 5 على x تربيع زائد 3، التربيع وين صار؟ بالمقام، هذه رأسا تساوي صفر. هم عندك limit approach to infinity، هم عندك أس الدالة السفلى أعلى العفو من العليا، رأسا صفر بدون حل. تريد تحل تحل وضيع وقت، حل وضيع وقت، هم راح يطلع صفر إذا ما غلطت بالحل، وإن شاء الله ما تغلطون. هسه بعد شلون شفت هاي الملاحظة الأخيرة بلا زحمة عليك؟ تباوع للليمت أبروش تو إنفينيتي أي، بعدين إلما نتباوع تباوع للإكس، يا إكس اللي الأس مالتها أعلى بالبسط لو بالمقام، إذا بالبسط أسها أعلى الناتج إنفينيتي أو سالب إنفينيتي، إذا اللي بالمقام الأس مالتها أعلى الناتج مباشرة صفر بدون ما تحل. الدالة أبروش تو إنفينيتي الأس مال إكس اللي بالمقام أعلى من البسط، إذا الناتج رأسا راح يساوي صفر. زين إذا تساوون شلون؟ ليميت الإكس أبروش تو إنفينيتي هاي ضروري، يعني مو نجيب لكم سؤال الإكس أبروش تو واحد هذي أي إذا تساوي إذا تساوي لا لا تجي تبسط معامل ها. لا لا ما حتى ما تبسط، مجرد تجي من البداية تقول إيش قد معامل إكس هنا، الرقم اللي بصف الإكس واحد، وإيش قد الرقم اللي بصف الإكس هنا همين واحد، تجي تقول لي أقسم معامل البسط على معامل المقام. خلي والله أغيرها على مود توضح، هاي 5x زائد 3 وهنا 8x زائد 4، الليميت أبروش تو إنفينيتي الإكسات متساوية الأسس مالتهن، إيش أجي أسوي؟ مباشرة أقول معامل إكس إيش قد 5، ومعامل إكس اللي بالمقام 8، هذا الناتج واضح واضح. زين وبالنسبة للزائد 3 يروح يروح، أنت حتى من تحل هنا بالاختصار راح يروحن، تدري ليش؟ هسه هو هذا تردين أخلى حلية لو ما تردون أدوخكم، لا يدوخون يدوخون، أنت خاف الدوخ مهمة. لا ما يخالف، خلنا نوضح باعوا وأنتم ما مطالبين بالحل، بس ركزوا وياي يعني. هسه هذا شلون أحله؟ ما دام تساوت الأسس وما عندي يعني ما كده هاي أضربه بالحد المرافق ما يفيدني، شو راح أسوي؟ مباشرة راح أقول لمت x equals to infinity، راح أقسم البسط والمقام على x، هاي تصير 5x على x زائد 3 على x، هاي 8x على x زائد 4 على x، هاي ويا هاي تروح، هاي ويا هاي تروح، صفر 5 زائد 3 على x على 8 زائد 4 على x. هسه أجي أعوض الانفينيتي،
خمسة زائد ثلاثة على إنفينيتي صفر، ثمانية زائد أربعة على إنفينيتي صفر، فطلعت خمسة على ثمانية مباشرة. فأنتوا على من تحبون؟ إذا الثانية الليمت أبروتش تو إنفينيتي أباوع للأسس مال الإكس، إذا اللي بالبسط أكبر الناتج أما إنفينيتي أو سالب إنفينيتي، السالب حسب إشارة البسط ينزل، إذا اللي بالمقام أكبر من اللي بالبسط الناتج صفر. بعد إذا تساوت أجي أقسم معامل إكس اللي بالبسط على معامل إكس اللي بالمقام، وها هي. نتوقف اللي هنا، نصل للليمت مال الدوال المثلثية. ست ما تعدين عادي ماكو اشكال، احنا وراش تزدين تكملين كمل توقفين توقف، احنا على مود بين تعبان. لا ما عندي اشكال، وهم على عينكم شوية قبل شوية يلا توقف النزف مال اللثة الحمد لله والشكر. شو اسمه بس مو قضية تعب، بس عندي بعد الجروب الثاني اولا، وثانيا قلنا نقسم المحاضرة الاسبوع الجاي ايش نشرح اذا هسه كملنا، فنتوقف هنا. واحد منهم قال اعيد المثال، يا مثال منهم هذا، هذه التبسيط. شوف احنا ايش عندنا، عندنا ليميت 5x زائد 3 على 8x زائد 4 ال x approach to infinity. إذا كان مطيني، إذا كان مطيني بالبسط مثلا تربيع مثلا يعني أو هيجي، هسه مثل هاي أقدر أبسطها. إذا كان مطيني بالبسط بالمقام العفو جذر مثل هيجي حالة مثلا أقدر أضربه بعامل مرافق كأسلوب بدائي للحل. بس هسه مثل هاي الأسس متساوية، ما دام الأسس مال الأكسات متساوية يعني الطريقة المفضلة للحل التجريبية، الطريقة التجريبية الأولى المفضلة للحل شو راح تكون؟ إنه أقسم البسط والمقام على إكس، أجي كل قيمة من ذني وبحتها أقسمها على إكس، يصير ما دام بسط ومقام قسمتها على اكس انت بعد يعني تمام، ما يعني الامور عدله مثل ما نقول صحيحه. فكل قيمه كل عنصر من ذني اجي اقسمه على اكس لحد هنا تمام، لانه انا لا عندي بها اختصار، لا عندي بها عامل مشترك اقدر اطلعه ويفيدني، لا عندي بها جذر واضرب بالحد المرافق، كل شيء ما عندي، بس عندي أسس الأكسات متساوية. فأول شيء اللي تقوله إذا أسس الأكسات متساوية يقسمون على إكس المعادلة كلها، كل عنصر منها يقسمون على إكس لحد هنا أوكي؟ أوكي ستوك زين. هسا أبسطهن، هاي الإكس ويا هاي الإكس تروح، هاي الإكس ويا هاي الإكس تروح، تبقى خمسة زائد ثلاثة على إكس، والمقام يظل ثمانية زائد أربعة على إكس. خوش حكي. هسه ايش اسوي؟ هسه ادخل الليمت، لان انا باعتبار بسطت ادخل الليمت، ليمت اكس ابروش تو انفينيتي للخمسة زائد ثلاثة على اكس على ثمانية زائد اربعة على اكس. هذا ايش راح يساوي؟ راح يساوي خمسة زائد ثلاثة على انفينيتي على ثمانية زائد اربعة على انفينيتي، العفو كل قيمة على انفينيتي صفر، فهذا شو راح يساوي؟ خمسة زائد صفر على ثمانية زائد صفر، وبالتالي خمسة على ثمانية. واضح؟ واضح دكتور، واضح، شكرا. العفو. عندي جدول مع القوانين للليمت، ما أدري تحتاجوه لا، خلي أراجعه وأشوفه، إذا يفيدكم أدزلكم إياه. لحد اكو سؤال استفسار؟ والله دكتورة تقدرين تنزلينه ملف بي دي اف؟ شنو هو بي دي اف انزله؟ ها القوانين
هو جدول صغير صورة. اي هو ايش قصدي يعني ملف حتى نقدر ننزله. ماشي، هذني التمارين كرزوا بهن يعني ساعة العصريات حلواتي قبلا. وإحنا وصلنا لهنا صفحة 7 يمكن، أي وصلنا لهنا. ما عندكم شيء؟ سجلتوا حضور؟ اي دكتور سجل. لعد اني ان شاء الله بس دز الرابط مرة ثانية، ما سجلت ما لحقت. يلا.